السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد على قناه من غير مونتاج. انتوا عارفين اهم حاجه تعملوها دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها ان انتوا تشتركوا في القناه وتنشروا القناه على قد ما تقدروا، عشان خلاص قربنا متبقي بس يا دوبك كم 1000 واحد كده ونكون وصلنا ل 100000 مشترك هنا على قناه من غير مونتاج، واحنا عايزين نعمل ده قبل ما شهر فبراير يخلص عشان يكون كده وصلنا 1000 مشترك 100000 مشترك هنا في القناه في اقل من سنه. شكرا لكل الناس اللي بتنشر القناه وبتعمل اشتراك في القناه، وغير عن كده يلا بينا نبدأ في الفيديو. تمام، النهاردة انا هتكلم على 6 ممثلين انا بحبهم، 6 ممثلين مصريين او عرب خلينا نقول انا بحبهم، بحب شغلهم جدا. ولكن قبل ما ادخل كده في اول اسم عايز اوضح حاجة ان ممكن ما تكونش واضحة لناس، عايز اقول لكم ان في فرق ما بين الكاركتر اكتر والاكتر اكتر. خلينا اقول لكم يعني ايه كده، او يعني ازاي انا بعرف الموضوع ده. بالنسبة لي الكاركتر اكتر هو الممثل اللي مش عايز اقول وان تريك بوني، اللي هو يعني بيعمل نفس الدور كل مره، ولكن هو الممثل اللي لما تفكر فيه خلاص بيجي في دماغك صوره معينه لطريقه تمثيله، وانت لما تروح تتفرج على فيلم ليه بتشوف نفس الطريقه دي بتتكرر. مثال كويس على كده احمد حلمي هو كاركتر اكتر حلو جدا، انت بتروح تتفرج على الفيلم بتاعه وانت متوقع الشخصيه بتاعته هتكون عامله ازاي. ليه؟ لان في كل افلامه الشخصيه بتاعته جدا قريبه من بعض. مثال تاني على ده محمد هنيدي، اللي هو دايما الشخص القصير اللي عالي جدا بصوته والكلام ده، كاركتر اكتر. بيومي فؤاد كاركتر اكتر. فانا بقى مش هتكلم على الناس دول، انا هتكلم على الاكتورز اكتر، اللي هو مش بس بيعمل نوع واحد بس من الشخصيات، اللي هو لا، لو بصيت على الفيلموجرافي بتاعه او يعني تاريخه في الافلام هتلاقي حاجات مختلفه جدا، مش عارف مره كوميدي مره رومانسي مره تراجيدي مره كده. هو ده اللي انا بتكلم عليهم، اللي هم الاكتورز اكتورز. وده تعريف يعني في كل الاحوال ممكن تقعدوا وتقولوا في الكومنتات ان ليه احمد حلمي مش على الليسته دي، ليه مش عارف مين مش على الليسته دي. انا قلت الموضوع. وزياده على كده خلوني اوضح، ايوه، ان احمد السقا بالنسبه لي في مصر هو اكتر واحد كاركتر اكتر. يعني احمد السقا من غير اي انت اول لما ينزل فيلم جديد لاحمد السقا اوكي خلاص انا عارف الفيلم ده احمد السقا هيعمل حاجات. احمد السقا توم كروز بتاع العرب، الناس بتروح تتفرج على افلام توم كروز عشان عارفين ان توم كروز هيعمل حاجات غبيه في الفيلم بتاعه. نفس الحوار احمد السقا، عايزين نشوف ايه الستانتس اللي هيعملها في الفيلم بتاعه. فعشان كده هو مش على الليسته دي. انا الليسته دي هتكلم على الممثلين اللي فعلا بيمثلوا. خلينا نقول المهم بعد ما عصبت ناس كتيره دلوقتي خلينا نبدا باول اسم عندنا، اول ممثل عندنا، ويعني مش محتاج اقول كتير. لو انتم متابعيني انا ومتابعيني على قناتي اللي انا كنت بتكلم فيها على الافلام هناك، مش محتاج اقول لكم ان ماجد الكدواني بالنسبه لي احسن ممثل مصري موجود. ليه؟ علشان الرينج بتاعه. قصدي ماجد الكدواني تلاقي من هنا هو بيعمل لك في 6 7 8 دور الضابط الغريب جدا كده. بص مره واحده فيلم اللي هو نادي الرجال السري اللي لسه نازل، مفيش، بيعمل دور كوميدي خفيف لذيذ كده اهو. تبص على ايام وايام زمان كان بيعمل الدور الكوميدي اللي هو مفيش حد فاهم حاجه ايه اللي بيحصل، بعدين تعدي السنين ينزل بدور دراما جدا مش طبيعي. فانا بعشق ماجد الكدواني لله لله كده. هو بس واضح ان هو النوعيه اللي تجيب له السكريبت الصح مع المخرج الصح يطلع لك الفيلم الصح ويكون اللي طالع من الفيلم ده ماجد الكدواني. رقم 2 عندنا خالد النبوي. خالد النبوي يعني انا عايز اقول ان ايه، ان هو سنه في سنه بريتنشسنس كده عليه. بريتنشسنس يعني زي ما تقولوا علو، يعني تحسه كده من طريقه كلامه لما بيتكلم على ادواره تحس ان في سنه علو طالعه منه، سنه ان هو بياخد ايوه الحرفه بتاعته بجد وكل حاجه، بس مش لازم يعني ان انت تاخد الحرفه بتاعتك بجد ان انت ايه، ان انت تتمنظر عليها كده او تقول الناس تانيين بيعملوها بطريقه غلط، مش عارف. بس انا باخد سنه من الشعور ده لما هو بيتكلم على ادواره. بس في كل الاحوال ده ما يمنعش ان هو فعلا في تمثيله بيعمل حاجات حلوه. هو اقرب حاجه الميثود اكتور في العالم العربي موجود عندنا، الميثود اكتنج اللي هو ايه، يعني يتقمص الشخصيه لدرجه ان خلاص ما تبقاش الشخصيه اللي هو بيلعبها، هو لا، هو بياخد الروح بتاعه الشخصيه دي وبيلعبها في الحياه الحقيقيه. هو اقرب واحد اللي اتكلم على الحوار ده، وبصراحه انا ما عنديش اي مشاكل مع ادواره، بالعكس ادواره جدا ممتعه وانا يعني بكون مستمتع لما بشوفه وهو موجود على الشاشه الكبيره. رقم 3 خالد ابو النجا. هيكون عندنا خالدين كتير في الليسته دي فاصبروا معايا. خالد ابو النجا هو ممثل
بيحب التمثيل من اي دور هتشوفه بيعمله، سواء بقى كان فيلم ميكروفون وهو بيعمل دور اللي هو سنه هيبستيري كده هو شويه، سواء لو انت رجعت على افلام قديمه مش عارف عجميستا والحاجات دي. ايوه ناس كتير ممكن ما يعجبهمش الافلام دي، ولكن انت ما تقدرش تنكر ان خالد ابو النجا بيعرف يمثل. حتى الافلام الجديده اللي هي اللي جدا مستقله وارتسي جدا كده اهو، انا عارف ان الافلام دي مش ملهاش سوق كبير في العالم العربي، بس اتفرج على اي واحد من دول وهتلاقي دايما ان اللي هيطلع معاك خالد ابو النجا. رقم 4 عندنا خالد الصاوي. قلت لكم في خلدان كتير موجودين عندنا. خالد الصاوي هو متعه من الاخر. خالد الصاوي متعه، انت تروح كده اهو تتفرج، تقعد في السينما وانت بس مستني لحد لما تيجي اللحظه دي اللي خالد الصاوي يعمل حركات الجنون بتاعته دي وانت قاعد تستمتع. ده واحد يعني بيحط قلبه وروحه في الحاجه اللي هو بيعملها، ما يهموش هو، لا انا نازل عشان امثل، لحد لما المخرج يقول ايه صلي على النبي يا عم، مش الدرجات حل عني. ده خالد الصاوي، ده الكارير بتاع خالد الصاوي. ويعني احب اشكر خالد الصاوي على المتعه اللي بيجيبها واللي محفوظه للابد في الافلام. قبل ما اروح للممثل اللي بعده، كان النقطه دي انا كنت حاططها ما بين خالد الصاوي وكريم عبد العزيز. انا كنت عايز اخلي كريم عبد العزيز في الليسته دي، بس بالنسبه لي يعني كريم عبد العزيز ممثل رائع، بس كخالد الصاوي لا، خالد الصاوي لما يكون في اي مشهد لازم يسرق المشهد ده. بعيدا عن كريم عبد العزيز ممثل حلو وكل حاجه ولا ليه زي ما تقولوا برستيج كده اهو، البرستيج ده من حد الافلام مش عارف حراميه في كي جي 2، الافلام الخفيفه اللي كان بيعملها زمان، لحد الافلام اللي موجوده دلوقتي بقى اللي هي جديده نوعا ما، ولاد العم، الفيل الازرق، والفيلم اللي لسه نازل نادي الرجال السري، لسه الرقي بتاع كريم عبد العزيز ده موجود، بس مش موجود في الليسته بتاعتي. بس في كل الحال يعني لو الليسته دي كان 7 بدل 6 كان كريم عبد العزيز هيكون موجود في الليسته. ودلوقتي بقى نروح لاخر 2 عندنا، ودلوقتي هندي شويه حب للليديز للسيدات. وعندنا ايه رقم 5 في افضل ممثلين عندي، هند صبري. ايوه هند صبري مش مصريه، ولكن خلينا نقول مصر هي هوليوود بتاعت العرب، فلو اي ممثله عربيه عايزه تميكت في السينما اندستري هنا في العالم العربي هيروحوا على مصر، وده اللي هند صبري عملته. وخلينا نقول ان هي اكتر ممثله مش مصريه ناجحه في مصر. جربت هند صبري قبل كده تعمل حوار الكوميديا، وليها ستايل كده لوحدها في الكوميديا بتاعتها، اللي انا بيعجبني الستايل ده احسن من الستايل بتاع دنيا سمير غانم الكلام ده. لا هند صبري اللي هي الستايل المقفول بتاعها لما كانت بتعمل المسلسل، بس في الافلام هند صبري حاجه تانية بالنسبه لي بجد، اكتر ممثله بستمتع بافلامها، سواء بقى كان من نوعيه الافلام المغموره شويه اللي محدش سمع عنها، والافلام اللي هي زي ما تقولوا مين ستريم اللي كل الناس اتفرج عليها، اللي غالبا بتكون زي ما نقول نحتات شويه كده، بس ده رايي، لحد طبعا الدور العظيم بتاعها اللي هو كان في فيلم اسماء، الواحد من الافلام العربيه اللي انا بحبها جدا. كل الربطات كده اهو، هند صبري ممثله رائعه. ورقم 6 والسيده الثانيه اللي موجوده عندنا وهي نيلي كريم. الاختيار ده ممكن يكون كونتروفيرشال لناس، ان ناس كتير يعني ما بيستمتعوش قوي بالتمثيل بتاع نيلي كريم، بس خلينا اكون صريح، نيلي كريم بالنسبه لي من الناس اللي فوق في العالم العربي والافلام العربيه. انت بس لازم ايه تعرف الفيلم الصح اللي انت تتفرج عليه. يعني لو انت عايز بدايه كويسه عن الجوده اللي موجوده في التمثيل بتاع نيلي كريم، ممكن تبدا فيلم 6 7 8، ولكن بقى لو عايز تروح المرحله اللي بعدها تبدا تفتح بقى ايه الافلام القديمه، وهتشوف فعلا واحده بتمثل. كل تحياتي لنيلي كريم. وغير عن كده ايوه دي هي الليسته الخاصه بيا، الافضل 6 ممثلين مصريين. عرفوني ايه رايكم في الكومنتات بتاعت الفيديو ده، ويعني خلينا برضو نعمل الفرق اللي انا قلت عليه، ان انا بتكلم على الاكتورز مش الكاركتر اكتورز. ومره تانية عايز اقول لكم يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتنشروا القناه على قد ما تقدروا عشان نلحق نوصل القناه ل 100,000 مشترك او زياده قبل نهايه شهر فبراير. وغير عن كده احب اقول لكم شكرا مره تانية على متابعتكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.